السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا جربت فطيرة التفاح، بسكوتش تاع التفاح. حبيت نقولكم تجربتي فيها. أنا هي جابت ملايين المشاهدات عند الأجانب وعودوها العرب، وجابت أيضا آلاف وملايين المشاهدات عند اليوتيوبرز. قلت نجربها لأول مرة ولقيتها الحقيقة ما تستاهلش انها تجيب كل هذه المشاهدات، يعني ما هي حظوظ فقط بصراحة. ورح نعطيكم بعض النصائح. يعني انا نفضل انها اذا حبت تخدمي هذا المسكوتش او الكيك او كل واحد كيفاه يسميها، نفضل تخدميها بالباتور افضل، بها تجيك خفيفة، لانه مهما ضربها بيدك ما راحش تجي خفيفة كيما نحبوها. وكاين نصيحة ثاني، انه لازم تكون المقلة تاعك لازم تكون من نوع الاملس، هذيك الرطبة خلاص، لانه انا عندي مقلة باهية ولصقتها لي شوي، لانه السكر كي يتكرمل باين راح يلصق، ما يلصقش الا اذا كانت المقلة جديدة خلاص، ولا منك النوع تاع تكون كريبيير. انا عندي وما استعملتهاش وندمت اني ما استعملتهاش، لصقت لي شويه بصح. انا نفضلت، راح تشوفي كيفاه نعطيك النصيحه في وسط الفيديو وش تديري، افضل الطريقه اللي تخدمي بها افضل كيما تشوفوا. هي يعني مش مقبوله، تقدري تاكليها نورمال. انا ولادي عجبتهم صراحة. وان شاء الله المرة الجاية ممكن نعاودها بالباتور، كما قلت لكم الافضل تخدم بالباتور او الخلاط وهي تقدري تخدمها بالبنين، باي فاكهة اخرى، وشوفوا المقادير. عندي هنا المقادير تاعها، هي مقادير بسيطة وهي أصلا حجمها صغير، ما تحتاجش المقادير بزاف. عندي التفاح يعني حسب الحجم، هي لو كانت التفاحة كبيرة تحتاج تفاحة واحدة، وكان صغار تحتاج اثنين. بيضة واحدة، قليل جدا من الملح، قرصة ملح، سكر. السكر راح تشوفي المقادير كي نبدأ نخدم. الزيت نصف كأس او اقل، اقل انا استعملت اقل من نصف. كأس حليب، انا نظن انه المسكوتش وهذه حتى لو كنت ديري مقادير عشوائية تجيك نفس النتيجة. نحتاج زبدة باش ندهن بها المقلة. انا نقص في التفاح، تقص فيه بنتي، ها وينها تحارب فيه مش تقص فيه. جيت باش تقص التفاحه حصلت فيها، لانه هي قالت لي اتي انا نقص التفاح وانتي صوري. انا استعملت هذه الباتا تاع فيتامين سي، العلبه تاع فيتامين سي هذه، ثقبت بها الليترانش تاع التفاح. نحي القلب هذاك تاع التفاح اللي فيه الزريعه باي طريقه انت تقدري تنحيها. وهنا راح نقول لكم النصيحه اللي قلت لكم عليها. انا هنا استعملت المقله هذه، رغم انها مقله ثقيله وملاحه بصح لصقت لي. تدهني مليح بالزبده، تهنها مليح بالزبده، لازم تكون كميه كبيره تاع الزبده. ورغم هذا لصقت بسبب الكراميل. ترشي مغرف تاع اكل سكر خشن، هذه باش يولي كراميل في لاطارت في المسكوتش، باش يزيد لها بنه. من بعد تحطي لي ترونش تاع التفاح من فوق السكر، تنظميهم كيما تشوفي.
كما قلت لك مش شرط كمية كبيرة تاع التفاح، تفاحة واحدة تقدري تكفيك. يعني تقصي دي طرنش رقاق، وهنا بعد ما نظمتهم راح نروح نخدم السكوتشو. قبل هذا شوفي معايا، الافضل كما قلت لك انك لو عندك مقلة قديمة تستعملي بابي كويسون، قصيه دائرة أفضل، راح تضمني النتيجة. هذه النصيحة اللي قلت لك نمدها لك، أنك المقلة تاعك باش تضمني النتيجة، أنه ما تخسرش معاك المسكوتشو أو الخبزة هذه. ولا لازم تديري بابي كويسون من بعد تدهنيه بالزبدة، من بعد ترشي فوق السكر وتحطي من فوق الخليط. هنا نبدو نخلطو، نحطو البيضة تاعنا، شوية ملح، خلطي بالطراب اليدوي، ضيفي 3 مغارف معمرين سكر خشن، معمرين بزاف يعني بومبي كما تشوفي، 3 مغارف. حاولي تخلطي مليح بيدك، وكما قلت لك من الافضل انا راح نجربها مره اخرى بالباتور ونقول لك النتيجه بالباتور، ونقول لك النتيجه كيفاه جات. خلطي السكر والبيضه مع الملح مليح، بعد ضيفي الكميه تاع الزيت اللي هي اقل شوي من نصف كاس تدريجيا، وتخلطي تحركي مليح. نرى نحركو فيها يعني باش تخفيف شوية، حاولوا نحركو على قد ما نقدرو. وعندي لافاني الخميرة، عندي كيس خميرة لافاني، انا درت حوالي قدر الكيس اللي ما نشروه، انا عندي فراك ما عنديش باكي. تضيفي كأس الحليب، تدريجيا وتحركي. او الفيديو طويل شوي بس تعرفي لازم تخدمي باليد، لازم تضربيها مليح، لو كان بالباتور كان اسرع. من بعد الفرينة انا استعملت كأس، اول مرة استعمل كأس غربلته وقلت نشوف القوام تاعها، لقيتها مازالت خفيفة، ضفت مغرف وبعدين بعد ضفت المغرف الثاني. هنا راني نضيف الخميرة، يعني كمية الخميرة اللي استعملتها كأس وزوز مغارف تاع أكل بومبي تاع فارينة. طبعا أنا غربلتها، تحركي مليح. من بعد أنا صبيت فوق التفاح، الخليط فوق التفاح، غلقت عليه، رحت شعلت الكوزينير، خليته يرتاح شوية باش يتخمر. شعلت الكوزينير من فوق على نار هادية وحطيتها، هنا رجعت حوالي 10 دقائق، طليت عليها حاولت نشوفها طايبة ولا لا. كيما تشوفوا تنفخت، وحاولي دائما تهزي الغلاق وتمسحي القطرات تاع النضارك تاع الماء، راح يتندم الفار والغلاق تكون فيه قطرات تاع الماء. لازم تمسحيها كل شويه باش ما ترجعش تطيح على المسكوتشو. وكيما تشوفي الحواف راهي باين طايبه، راح نثقبها بالموس نشوفها طايبه من الداخل ولا لا. كيما تشوفي الموس تاعي راه نظيف، بصح انا نشوف فيها مازالت تحتاج شويه طياب، خليتها حوالي دقيقتين ايضا. من بعد راح نقلبوها.
طيبة على الجهة الأخرى.